الدولة والهيئة العامة للتضامن الاجتماعي. نحن نأمل أن يكون هذا المشروع يضع بداية مساعدة حقيقية للأطفال الذين هم في تماسٌ مع القضاء. Near the high table here, I recognize the presence of Brigadier Salah Suleiman from the Ministry of Interior, Madame Fawzia from the Social Solidarity Fund. أنا سعيدة جداً بوجودي معكم اليوم في هذا المجتمع. The primary goals of developing, accelerating their rehabilitation, release planning and assistance programs. Madame Sandberg Offen, thank you very much for this support. هذا المشروع هو يشمل العديد من المحاور. هناك من محاور تم العمل عليها، على سبيل المثال انهم هم يتكلموا على محور تطوير التشريعات اللي موجوده. اللجنه العليا للطفوله سباقه لهذا الموضوع من اكثر من سنتين، تشتغل على موضوع انشاء قانون او اعداد مسوده قانون شامل للطفوله يشمل من ضمن ما هم يتحدثون عليه كمنظمات دوليه في هذا الموضوع. فاحنا راعينا بهذا الانتباه، ومسوده القانون حاضره المده الاخيره بقوه، وتم تعميمها على عديد من الخبراء المحليين اللي يبدو برأيهم فيها. لكن هناك تركيز قوي جدا على الرعاية اللاحقة فيما بعد، تطوير الكوادر المحلية الليبية اللي تشتغل على هذا الموضوع، سواء كان من النقاط الأولى اللي هي تشمل نقاط التماس في القانون مع الأحداث، سواء كان أنهم هم وقع عليهم هذا العنف أو وقع عليهم هذا الاعتداء، وإلى جانب الآخر اللي هو قد يكون أنه هو نفسه قام بهذا المخالفة أو قام بهذا العمل المخالف للقانون. فالعديد من المعاملات، كيف يتعامل رجل الشرطة، كيف يتعامل رجل القضاء، رجل القانون، أعضاء اللجنة العليا للطفولة، المسؤولين، الأخصائيين الاجتماعيين، أيضا الأخصائيين النفسيين، اختصاصيين النفسيين في هذه المراحل، إضافة إلى التركيز، وأعتقد أن هي مرحلة من المراحل بدأنا فيها مبكرا، اللي هي تطوير دور وتربية توجيه الأحداث اللي هي ما يعرف بالرعاية اللاحقة. نطلع إلى الاستفادة القصوى من مخرجات هذا المشروع ومن هوية المجتمع الليبي الأبي المتميز، وأتطلع إلى تحقيق أقصى رغبات العديد من القطاعات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بقضايا الطفل في ربوع المعمورة ولا سيما في ليبيا. In this joint program, development of juvenile justice system, and the EU is honored to support it. Aiming at developing justice for children in Libya. المشروع هذا انطلاقته حتكون اليوم إن شاء الله، واشتغلنا عليه من أكثر من سنة مع مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين. المشروع هذا يتكلم على تطوير عدالة الأحداث في ليبيا باش نضمنوا بيئة ملائمة للطفل، خصوصا الأطفال الذين هم بتماس مع القانون وفق القوانين الليبية أو قانون الطفل الليبي، ووفق قوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل. Launching event of the joint program development of juvenile justice in Libya alongside our government partner Ministry of Social Affairs as well as the high including those deprived of liberty.